عيد الفطر المبارك في سنة 2023، نظمنا في سنة 2024 نظمنا عيدية بحيث جمعنا 250 شاب إفريقي من 25 جنسية متفاعل. من هنا الجزائر كرست انخراط الشباب في As people beyond the ages of 35. So you are not seeing them there because they are carrying on with the إشراك الشباب في صناعة القرار. أقول إشراك الشباب في صناعة القرار. استحداث المجلس الأعلى للشباب. من هنا الجزائر كرست انخراط الشباب في الحياة العامة من خلال المجلس ومن خلال قانون الانتخابات. These policies at the continental level and adapted them. And there's 400 million young people. عيد الفطر المبارك في سنة 2023 نظمنا في سنة 2024 نظمنا عيدية بحيث جمعنا 250 شاب إفريقي من 25 جنسية من المتمرسين في الجزائر وقضينا معهم أربع أيام عطلة العيد، يومين قبل العيد ويوم العيد ويوم بعد العيد. في مشهد شبابي نادر في الجزائر في الحقيقة، وكرس ذلك التعاون الشبابي بين مختلف أبناء القارة وبين مختلف شباب العالم. How will we properly measure it? And how will we know?